بارفي الموز. مقادير البودينج: عندنا 40 جرام دقيق، 150 جرام سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، 5 صفار بيض، 600 مللتر حليب، 3 معالق كبيرة زبدة، 2 معلقة صغيرة فانيليا. وبالنسبة للفيلينج عندنا بسكوت سافوير أو أصابع ست، وعندنا موز، والتوبينج كمان هيكون فيه كريمة مخفوقة. هنحط اللبن على النار، وهنا هنبتدي نضرب صفار البيض مع السكر، الفانيليا ورشة الملح، ولما يختلطوا مع بعض هضيف لهم الدقيق. احط الدقيق واخلطهم تاني. ودلوقتي هنستنى اللبن لما يغلي، وبعد كده هنحط نصه على البيض والسكر والدقيق ونرجعه النار تاني علشان نعمل الكاسترد. هضيف الزبدة للبن، لو حبينا نستعمل كريمة بدل اللبن ساعتها هنستغنى عن الزبدة. ودلوقتي اللبن بيغلي، هناخد نحط نصه على خليط البيض والسكر والدقيق، نقلبهم كويس مع بعض وهنرجع نرجعهم تاني على النار. وهنقلب لحد الكريم باتيسير ما يبتدي يغلي. زي ما احنا شايفين ابتدى يتخن، وخلاص فاضله حاجة بسيطة يغلي يبقى جاهز. اهو ابتدى يغلي زي ما احنا شايفين كده، على طول هنشيله ونحطه في بول علشان يبرد. طبعا لازم هنغطي بكلينج فيلم علشان ما يعملش وش بسبب الهواء. ده بيكون شكل الكريم باتيسير بعد ما درجة الحرارة بتاعته بتبقى درجة حرارة الغرفة أو التلاجة لو مش هنستعمله في ساعتها. نقلبه علشان لما احطه في البايبنج باج يبقى سهل الاستعمال. واجيب كمان الكريمة المخفوقة من الثلاجة. ونبتدي نحضر البارفي مع بعض. هحط شوية من الكريم باتيسير في القاع، وبعدين هجيب موز واحطه فوق الكريم باتيسير. هنجيب اصابع الست
أو السافويار. وهنحطهم فوق الموز. هنرجع نكمل بالبودينج أو الكريم باتيسير بتاعنا. نملأ البرطمانات، أو احنا ممكن نعملها طبعا في كوبايات أو ممكن في حاجة واحدة كبيرة. اوكي، ودلوقتي هنحط عليهم الكريمة المخفوقة.